اللقاء ديال الشباب الاستقلالية، وكنظن على أن الشباب عموما مطالب بواحد لعب واحد الدور بناء في الميدان السياسي. عموما هو مطالب بقيام دور كبير، لأن راه المستقبل ديالو حنا راه داز علينا الركب، غير كنوجدوا شي شويه لهذا الشباب. ولكن الميدان السياسي بالخصوص كيخص الشباب تكون عنده يعني الرياضه بالنسبه لواحد العدد ديال المواضيع اللي كتهمه هو وكتهم البلاد، واللي من بعد ان شاء الله غادي يتحملوا المسؤوليه فيها، يعني مواضيع اللي كتهم المجتمع وكتهم الاقتصاد. وغادي نخص بالذكر كل ما يتعلق بالتربيه والثقافه والرياضه، وكذلك بالنسبه للاقتصاد المبادره والابتكار وخلق المقاولات. يعني خص الشباب شويه يتعاطى لهادشي ويخرج من 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 داك اللوجيك ديال 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 التوظيف والسلبيه. البلاد الحمد لله مالئه مملوءه بالفرص، و انتم كتشوفوا رغم الازمه الحمد لله كاين امور اللي غاديه وكتقدم. فالشباب خصو يكون بين عارضتين انتهازي، ينتهز هذه الفرصه، لان راه قدامنا واحد السنوات اللي الحمد لله المغرب غادي يعرف فيها التطور، خصو يكون الشباب هو في الامام.